عقدت قمة ثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق السيد مصطفى الكاظمي وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني. تناولت القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد. كما تناول الزعماء الثلاثة سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما أكد السيد الرئيس الحرص على الحفاظ على الأمن المائي العربي والترحيب بموقف العراق والأردن المساندين للموقف المصري بشأن سد النهضة، مؤكداً سيادته على أن موقف مصر الثابت يقضي بضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتطرقت القمة إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق ومساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار به، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات.